بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما عودناكم طبعا كل فيديو بنطرح موضوع جديد. خدنا فترة كبيرة بنتكلم عن الأكتروس وشاحنات مرسيدس أكتروس. النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة جدا في القناة عندنا، هنتكلم عن الفولفو. طبعا في ناس كتير يعني أول مرة تشوف القناة، اللي متابع القناة طبعا عارف ان احنا أول مرة نتكلم عن الفولفو. الفولفو شاحنة من الشاحنات القوية جدا والشركات المحترمة جدا في السوق، طبعا شركة سويدية والشاحنة أثبتت كفاءة طبعا، لكن في مصر غير متوفرة بكميات كبيرة لأسباب كتير. طبعا الوكيل بتاعها في مصر يعني مفيش طبعا يعني مفيش خدمة شوية في مصر عليه، في قطع الغيار مش متوفرة زي الأكتروس والمرسيدس، فبالتالي تلاقي الفولفو عندنا في مصر مش متوفرة قوي بكميات كبيرة. لكن احنا حبينا للناس اللي طلبت مننا قبل كده فيديو عن الفولفو وداتا عن الفولفو، حبينا ننزل فيديو بيتكلم عن ترانسميشن اي تي ترانسميشن او الاوتوماتيك ترانسميشن. طبعا هنشوف الفيديو ده كل حاجة تخص الفتيس الترانسميشن الاي تي اللي هو الاي شيفت بأنواع المختلفة، وهنعرف الدلالة اللي هي بتاعت الأرقام دي بتدل على ايه. الأرقام الموجودة دي اي تي 24 12 24 12 دي معناها ايه، و28 و26. هنعرف مكونات الفتيس، أجزائه، الدوائر الداخلية للفتيس، الكنترول بتاع الفتيس، الاتصال الكنترول بالدوائر الأخرى أو الكنترولات الأخرى. هنشوف كل ده في الفيديو اللي معانا النهاردة، واسيبكم تستمتعوا مع الفيديو. مشاهدة طيبة، وكان معكم اسلام المصري، وتمتعوا بمشاهدة طيبة. طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتعمل شير وتشيره ان شاء الله على القنوات والفيسبوك ان شاء الله. لو اول مرة تتابعنا ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل الجرس. واسيبكم مع مشاهدة ممتعة مع الفيديو.